السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الدرس أشكركم يعني على متابعتي دائما وأبدا. وفي هذا الدرس سنتطرق إلى يعني دراسة للكود أسكي الذي يمكن من يعني تمثيل الحروف في الحاسوب، أو على الأقل كما قلت يعني في الفيديو السابق، يعني الذي كان يمكن يعني من تمثيل الحروف في الحاسوب. ويعني يعني الاسكي هو يعني ترميز، يعني اسكي اسكي يعني هذه الكلمة كما قلت يعني غير موجودة في الموجود، ولكن المقال يعني موجود في ويكيبيديا الإنجليزية والعربية وكل ويكيبيديات، لأن الحواسيب يعني ابتدأت يعني في بداية الأمر يعني ابتدأت تمثل الحروف بهذا الترميز American Standard for Code Information Interchange. ويعني يمثل يعني كل حرف، رأينا بأنه يمثل كل حرف في ثماني خانات، يمثل كل حرف في ثماني خانات. وهذه الخانات يعني على سبيل المثال كما قلت يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، تمثل الحروف في هذه الخانات الثمانية. هذه الخانات الثمانية كما قلت تسمى النقطي باللغة الفرنسية، وباللغة الإنجليزية تسمى بايت، وباللغة العربية يعني تسمى ثمانية أو ثمانية أو ثماني خانات أو ثماني بتات أو شيء من هذا القبيل. هذه الخانة الواحدة تسمى بيت، بيت بيت اي تي بي اي تي. ربما يعني هذه الكلمة يعني دخلت إلى اللغة، يعني بينري ديجيت يعني تمثل خانة واحدة، يعني كل خانة قلنا بأنها تأخذ قيمتين، يعني قلنا بأنها تأخذ قيمتين يعني صفر أو الواحد، يعني بما يعني هذا يعني بأن في ثمانية واحدة يمكن أن نمثل 256 حرف. والأمريكيون يعني كما قلت يعني لم يحتاجوا إلى يعني 256 حرف، إنما يحتاجوا إلى يعني عند بداية تصميم هذا الترميز إلى سبعة خانات فقط، يعني لم تركوا الخانة الثامنة يعني إلى جانبا، يعني هم استعملوا يعني غير سبعة خانات. يعني هذا يمكنهم من تمثيل 128 حرف، 128 حرف، يعني الخانة الثامنة لم يستعملوها يعني. ولكن يعني يعني هم لم يمثلوا جميع الحروف التي يعني موجودة في اللي موجودة في جميع لغات العالم. على سبيل المثال الحروف الأوروبية، الحروف التي موجودة يعني في أوروبا يعني لا تمثل في سبع خانات، يعني على سبيل المثال أو يعني هذا ممثل يعني في 128 في 100 في يعني 128 حرف الأولى. لماذا يعني أ ب س د هذه هي العدد الذي يرمز إلى يعني تمثيل لأ كبيرة أو 65. هذه 66، هذه 67، هذه 68، هذه 69. إذا كما يعني قلنا بأن الأ يعني الرمز الذي يقابل العدد الذي يقابل الحرف أ هو 69، ولكن العدد الذي يقابل يعني أ أكسون يعني غير موجود، يعني ليس غير موجود، يعني ليس موجودا في ال 128 حرف الأولى. إذا سنتطرق يعني سننظر يعني في بداية الأمر إلى الحرف 128، وننظر إلى تصنيف هذه الحروف. كما قلت يعني في درس سابق، هناك حروف قابلة للطبع وهناك حروف غير قابلة للطبع. إذا الحرف الصفر الحرف الصفر هنا 31، 32، هنا 126، هنا 100،
127 هذه هي كما قلنا بأن من 0 إلى 127 هناك 128 حرف، ويعني الأمريكيون لا يبالوا بالحروف التي يعني رتبتها من 128 إلى حدود 255. هذه الحروف التي موجودة من بين 0 إلى حدود 31 تسمى حروف التحكم، لكاركتير دو كونترول، حروف التحكم. حروف التحكم موجودة فين؟ موجودة هنا في الرتبة 127، وموجودة في الرتبة 0 إلى حدود 31. والحروف الأخرى، هذه الحروف حروف التحكم، كاركتير كنترول، يعني من 0 الى 31 هو من حروف التحكم. 127 هو ايضا من حروف التحكم. هذا الحرف، شكرا، هذا الحرف، هو دال دال دال. هذا الحرف هو دال، هو الذي يمكن يعني من ازاله الحرف الذي من قبله، يعني دال، يعني 127، يعني جميع احنا كنا نريد ان نمثل يعني حرف دال، يعني سيمثل بهذا الشكل، يعني يمثل بهذا الشكل جميع البتات، جميع الخانات تساوي واحد، يعني لأن واحد زائد اثنان زائد أربعة زائد ثمانية زائد 16 زائد 32 زائد 64 تساوي 127، تساوي هذا الحرف، يعني جميع الخانات تساوي واحد. وهو من حروف، لأسباب يعني تاريخية تعود إلى يعني العصر الذي كانت فيه ما يسمى بالبطاقات المثقبة باللغة الفرنسية، كارت بيرفوري، يعني هو الذي جعلهم يعني انهم يجعلوا هذه الحروف كاملة حروف التحكم من 0 الى 31، وداروا حتى في 27، بينما الحروف يعني اللي غادية من 32 الى 126 هي حروف القابلة للطبع، الحروف القابلة للطبع، printable باللغة الإنجليزية printable characters، وباللغة الفرنسية لكاركتير امبريمابل. سننظر يعني في بداية الأمر إلى الحروف القابلة للطبع، وننظر يعني كيف، يعني فين موجودين الحروف، فين موجودين الأرقام، وهكذا. إذا الحروف القابلة للطبع عندنا 32، إلى حدود 126. إذا على سبيل المثال، يعني أنا ما عنديش اللائحة، يعني لا أحفظ يعني لائحة الحروف الأسكي يعني بشكل كامل، ولكن يعني على الأقل هذه مثلا هي إسباس، هذه إسباس، إسباس يعني باللغة الإنجليزية سبيس هي هذا الحرف، يعني الحاسوب عندما يجد هذا الحرف، عندما يجد الحرف هو الذي يمكنه من أن يفصل بين الكلمات، يعني 32، يعني كما قلنا بهذا التمثيل هو 32، يعني 2 أس 0 زائد 2 زائد 0 في 2 أس 0 0 في 2 أس 1 إلى حدود 0 في 2 أس 5، يعني الخانة السادسة هي اللي فيها واحد، وجميع الخانات الأخرى هي فيها صفر. عندما يجد هذا الحاسوب عندما يجد هذا الحرف فهو إسباس، فهو يفصل بين الكلمات. إذا 32 هو العدد الذي يفصل بين الكلمات. 48 يمثل الحرف صفر ذاته، يعني إذا كان الحاسوب يمثل، إذا كان الحاسوب يريد أن يكتب الحرف صفر فإنه يمثله ب 48. 48 49 8 زائد 9 زائد 9 يعني 57 ناقص 1 56 56 56 تعطينا 9.
إذا 0 زائد 0 زائد 9 0 زائد 9 يعني 57 57 57 تمثل الحرف الحرف الرقم تمثل الرقم 9 وهكذا. الحروف 65 تمثل A، 66 تمثل B، وهكذا. يعني لم أعد أذكر يعني زد زد على سبيل المثال، لم أعد أذكره. بالنسبة للحروف، الحروف 97 97 تمثل A صغيرة، 98 تمثل ب صغيرة، وهكذا. الطريقة التي يعني يعني إذا كنت يعني تشاهد هذا الفيديو من خلال الحاسوب، يعني أقترح عليك الطريقة التالية، أقترح عليك الطريقة التالية عندي عفوا أقترح عليك عندي الحاسوب يعني عندي الحاسوب عفوا أعتذر أعتذر إذن الحاسوب يعني الحاسوب و يعني من أجل أن أنظر إلى الرموز التي يعني ترمز إلى كل حرف، أضع Alt 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 وبعد ذلك أكتب الرقم Alt 65 وأترك يدي على Alt 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 66 وأنظر ماذا يقع في في الحاسوب. يعني مثلا Alt زائد 65 ترسم لي الحرف A، Alt زائد 66 ترسم لي الحرف B، وهكذا. إذا سأكتب هذه المعلومة Alt Alt زائد الحرف زائد 65 هذه تكتب لي الحرف A. هذا فيما يتعلق بالحروف القابلة للطبع، يعني تذهب إلى حدود تذهب إلى حدود 126، جميعها حروف قابلة للطبع. ننظر الآن إلى الحروف غير القابلة للطبع. الحروف غير القابلة للطبع، أول حرف هو صفر، أول حرف هو صفر. الحرف صفر هو ما يسمى بـ نل كاركترز، نل كاركتر عفوا نل كاركتر، يعني الحرف الذي لا يمثل شيئا، نل كاركتر. وهذا يعني الحرف يعني كما ليس هو يعني كما هو الحال يعني بالنسبة لطريقة براي، يعني قلنا بأن طريقة براي لا ما فيهاش الحرف لجميع النقط يعني غير مثقوبة، يعني بينما يعني في الأسكي هذا الحرف موجود هو نل كاركترز. يعني ويعني الأشخاص الذين يبرمجون بلغة سي على سبيل المثال يعرفون هذا الحرف، ينبغي أن يعرفون هذا الحرف، أن يعرفوا هذا الحرف. الأشخاص الذين يبرمجون بلغة سي، بلغة البرمجة سي، سي لانجويج، سي بروغرامين لانجويج، ينبغي أن يعرفون هذا الحرف. لماذا؟ أنا يعني نعطي مثال، يعني نعطي مثال. إذا مثلا درت شار شار دو إكس دو ثلاثة، يعني يعني ديكلاري شو ديكلاري متغير اكس هو على شكل ثلاث حروف، هو على شكل ثلاث حروف، ودرت اس تي ار كابي اكس ا بي سي، درت اذا كتبت هذه الانستركسيون هذه اس تي ار كوبي اكس فاصلة ا بي سي، فإن هنا مشكل. يعني مشكل لماذا؟ لأن عندي هنا ثلاثة حروف A B C وهنا عندي ثلاثة، يعني فين المشكل؟ المشكل هو أن الـ 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 في لغة البرمجة سي يعني ينهي لشان دو كاركتر ينهيهم بالحرف نيل، ينهيهم بالحرف نيل، يعني هنا سيضع A وهنا سيضع B وهنا يضع C وهنا يضع ملتي سلاش زيرو، نل كاركتر، نل نل كاركتر. هذا نل كاركتر
واللي يجي نعم يعني هذا هو السبب الذي يعني جعل من هذه هذا الانستركسيون يعني خاطئة، يعني ينبغي أن تصحح هكذا، يعني ينبغي أن تصحح هكذا. يعني هذه قوس يعني للأشخاص الذين يريدون أن يبرمجوا بلغة البرمجة سي. إذن من الحروف، أول حرف يعني قلنا بي الحروف غير القابلة للطبع هو حرف الصفر، حرف غير القابلة آخرها هو 31، آخرها 31. يعني نذكر يعني الحرف على سبيل المثال 10، نذكر 13، نذكر 9. 13 هو سي اف، هذا لاين في، هذا طابيلاسيون، هذه طابيلاسيون، يعني هذه الحرف، هذا الحرف اللي موجود هنا، الحرف اللي موجود هنا طابيلاسيون، الحرف اللي موجود هنا يعني طابيلاسيون هو رقم 9. الحرف رقم 10 هو الذي يمكن من الرجوع الى السطر، لاين فيد، لاين فيد. الحرف رقم 13 هو ايضا يمكن من الرجوع الى السطر، كارييج ريتيرن، كارييج ريتيرن. ويعني وهكذا يعني هنا يعني 32 حرف. سنتوقف عند اخر حرف من حروف التحكم هو 127، كما قلنا يعني 127 هو هذا الحرف، هو هذا الحرف دال، هو حرف الذي يمكن من إزالة الحرف الذي سبق. والسبب كما قلت يعني السبب يعود إلى يعني في الوقت الذي كانت تستعمل فيه لكارت بيرفوري. ويعني على سبيل المثال يعني إذا كان يعني مثلا عندي حرفان يعني A و B، الحرف A والحرف B، ويعني يعني تبين بأننا أخطأنا، يعني تبين بأننا أخطأنا، إذا ماذا كانت تفعل تلك الآلة؟ تعود إلى الحرف الذي يسبقها وتقوم بثقب، تقوم بثقب جميع الخانات، يعني تقوم بثقب جميع الخانات وتصير هكذا، يعني تصير هكذا. ويعني فيما بعد يعني البرنامج الذي سيأتي يقرأ هذه الحروف عندما يجد هذا الحرف، عندما يجد بأن جميع الخانات مثقوبة، فإنه يمر إلى الحرف يعني تساوي واحد، فإنه يمر إلى الحرف يتجاهل هذا الحرف ويمر إلى الحرف الذي يلي. هذا هو السبب الذي جعل حرف دال يحتل الرتبة 127، يعني آخر حرف هو حرف 127. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تترددوا في التعليقات وفي التوجيه وفي التصحيح. شكرا.